خير الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي وعلى أهل بيتك الطاهرين المعصومين المظلومين المشردين عن الأهل والأوطان. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا ممتحنتم امتحنك الله الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا. السلام عليك يا مكسورة الأضلاع يا فاطمة يا بنت محمد أحرم القلب عن اللذات في رزء البتول فهو رزء حق لو يجري له الدمع سيول كيف لا وهي التي أقرحها فقد الرسول وقضت من بعده العمر بنوح وبكاء. لست أنساها ودمع العين مثل المطر لرسول الله ترنو بفؤاد ذعري وتنادي أبتاه يا له من سفري. أنت روحي أو بعد الروح للجسم بقاء في فراش الموت أرنوك كبدر يأفل وعلى قلبي ستار من بلاء يسدل. افتح العين وقل لي يا أبي ما أفعل. ألزم الصبر وكم صبر
على البلوى بلا كيف حالي أبتاه حين أصغي للأذان كلما تذكر فيه يتغشان الهوان كيف أحيا في زمان منك خال ومكان ضمني عندك في القبر ففي الموت الهناء يا رسول الله يا أبا القاسم يا محمد يا ابنتي صبرا على البلوى وأنت الصابرة يعظم الخطب إذا أرنو إليك حائرا واعلمي أنك لي عما قليل صائرا أول الأهل لحوقا بي يا خير النساء سوف تأتيني ولكن حالك حال مريض عينك محمرة والضلع في الصدر كثير بعد أن يحرق باب الدار في اليوم خطير وعليك يهجم القوم بلا أي حياء يوم حرق الدار يا زهراء يوم أسود كيف لا والنار من حقد دفين توقد ذلك البيت الذي صلى عليه الواحد تشعل النار به من كيد أشقى الأشقياء عندها يا بضعتي بالباب لهفي تحتمين وكأني بك يا أم أبيك تعصرين ومن العصرة حملا في حشاك تسقطين فوق أعتابك يهوي لهف قلبي بالدماء وكأني بك يا زهراء بصوت تضربين يعز عليك مولاي صاحب الزمان ما جرى على أمك فاطمة وكأني بك يا زهراء بصوت تضربين وعلى وجهك من كف شقي تلطمين وتنادين من الحسرة في صوت
حزين أبتاه قم ترى ما فعلوه الأدعياء أبا يا رسول الله غصبوا يا أبتي مني جهارا فدكا منعوني بعد غصبي نحلتي حتى البكاء فلربي أبتاه وإليك المشتكى أي ظلم بعد عينيك على العترة جاء وكأني في فراش الموت يا زهراء أرى هذا وهي منكبة على قبر أبيها تناديه بهذا النداء فيأتيها الجواب وكأني في فراش الموت يا زهراء أرى جسمك الناحل مما قد عراه ضمرا مثل بدر غيبته سحب فاستترى وحواليك صغار في عويل وبكاء سوف يبقى ذكرك كالجمر ليلا ونهار ما لك مثل جميع الناس قبرا ومزار كلما دار الزمان كنت للأحزان دار وحديث ذو شجون في لسان الشعراء أين المنادي وفاطمة عظم الله أجوركم أيها المؤمنون بذكرى شهادة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في هذه الليالي والمؤمنون في أرجاء الأرض يجتمعون ولكن هذه المرة لا لفرح يجتمعون هذه المرة لسكب الدموع على مصاب فاطمة وحق لهم أن يبكوا على هذا المصاب أن أذكر هذه الرواية وبعدها ندخل إن شاء الله في بقية النعي أساس هذا المصاب وأساس هذه الرزايا التي دخلت فيها عترة محمد صلى الله عليه وآله الهجوم على تلك الدار أذكر روايتين الرواية الأولى يذكرها العلامة الدربندي إكسير العبادات في أسرار الشهادات على لسان فلان الذي هجم على دار فاطمة مما يروى عنه يقول لما وضع رجله على الباب وأنا أسألك وأنت تعرف ليش جاي هذه الليلة أيها المؤمن لما وضع رجله على الباب يقول وضعت رجلي على الباب فسمعت خلف الباب أن تعرف لمن هذه الأن يقول كاد قلبي أن يلين لولا أن تذكرت ما صنع علي بآبائنا في بدر إذا هذا لان قلبه وكاد أن يلين لمصاب فاطمة ولأنات فاطمة بعد شحال أمير المؤمنين اللي جالس بالدار يقول فوضعت رجلي على الباب عصرتها بين الحائط والباب حتى سمعت تكسير أضلاعها هذه رواية واحدة تجي إلى العلامة المازندراني يذكر شيء مختلف لكن إن كان حقا هذا الذي جرى على فاطمة فوا مصيبتاه يقول لما وضع رجله على الباب ورفس الباب برجله يقول انخلع الباب من مكانه
فوقعت فاطمة على الأرض، وقع عليها الباب، فراح اللعين يدوس الباب برجله حتى كسر أضلاعها. أين المنادون وفاطمة؟ ها اتنادي وتصيح بصوتك وعالي صوتك وفاطمة. الزهرة توصيكم وتحب هذه الدمعات وهذه الأصوات المنادية لأجل مصابها، ولذلك تعال واسمع مصيبة الزهرة واسمع وصيتها لشيعتها. شيعتي ندموا علي واذكروني ورا الباب، واذكروا ضلوعي وخلوا الدمع بالخد سجام. ليه حضرتوا ما تمي ذكر الذي علي جرى، لطمة عيوني وصدري والأضلوع مكسرة، واذكر دمومي من العصر غدت متطشرة، والجنين اللي بوسط بطني تعفر بالأعتام. واذكروني من لف الطاغي وذكروا لطمتاش سوت يا فاطمة، هجم وانا خمار ما عندي وبهضني بعصرتي، ما رعاني ولا حشمني وسقطتني رفستي من كثر ما صار بي، طحت من فوق الترام. شيعتي وذكروني يوم اللي طلعت خلف الإمام، تصور حال أمك فاطمة يا سيد يا شيعي، وهي تجري خلف القوم تطلبهم بإرجاع أمير المؤمنين لكنها مكسورة الأضلاع. شيعتي وذكروني يوم اللي طلعت خلف الإمام، أمشي وأتعثر وأنا أمشي على ذاك الرغايم، من درايا أمر يلوعني بصوت ابن اللئام، الصوت يتلوع علي وتنظر الشخص لجنام. شيعتي ولما حضرتوا تشيعوا جنازة أحد، اذكروني بليل مظلم نزلوني باللحد، المرتضى ويا أولاده سبعة ما زاد العدد، واذكروا عمر بوفاتي وانا بريعان الشباب. شيعتي ولا من دخلتوا المقبرة بجب نجي، ومن تشوف قبار منصوب أذكر الأمر الفجي، وين قبر شلان بين الناس الروضة تضي، لا لشاهد ما لقبا تشبه لذيك القبام. أين المنادون وبنت محمدا؟ عظم الله أجورنا وأجوركم، أحسن الله لنا ولكم العزاء. هذه وصية فاطمة
إلى شيعتها تأمرهم بنصب العزاء وإقامة المأتم على مصابها الفجيع، لكن تبقى هذه وصية. هناك شكاية من فاطمة عليها السلام، الشكاية الوصية إلينا، الوصية بإقامة المآتم، لكن الشكاية إلى من يا مؤمن؟ شكاية إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، تشكو إليه ما صنع القوم من بعده. أقبلت إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله واضعة يدا على ضلعها المكسور واليد الأخرى على قبره الشريف، أخذت حفنة من التراب شمتها فزفرت زفرة، قالت ماذا على من شم تربة أحمد، ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا، وصيت فوق المنبر بالدرة المعصومة، جتني يا بويا بعدك هالأمة المشوم، ليتك تشوف الغالية فوق الوجه خان الوصية بعدك دار الوحي. بعد اسمع هذه الشكاية، شكاية من الزهراء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وجوابك ويا الزهراء ترضى يا نور العين يا سيد الكونين. يا بوي من هجمة ولداري ما علي خمار، وبالباب عصراني وبصدري نبتوا مسمار، ترضى يا نور العين يا سيد الكون ترضى. أبا يا رسول الله تكسرت مني ضلوعي وطحت فوق القاع، محسن وقع من وسط بطني والقلب ترضى يا نور العين يا سيد الكونين. والله بهضني برفسته يا ابويا يا مختار، ما ادري شقاسي لطمته لو ضربتين مسمار، ترضى يا نوري يا سيد يا سيد جسم انتحل من يوم طبوا في وساط دار داري
إلى اليوم دم من الصدر يا مصطفى يا ترضى ترضى يا نور العين يا سيد الكون ترضى ترضى يا نور عزيز عليك هذا البيت يا مؤمن جيتك المسجد والعبد جيتك المسجد والعبد بالصوت يضربني اقعد وعاين هالرجس وش سوى فيه ما ترضى يا نور العين يا سيد أولي قنفذ بصوت من ضربني طحت مألومة من جارهم بويا علي صرت مهموم ترضى ترضى يا نور العين يا سيد الكون ترضى صلي على محمد محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. هذه مصائب الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، لكن ورثت كل هذه المصائب إلى أم المصائب زينب. السيد عليه رحمة الله يتحدث في مصاب الزهراء ويفصل في مصاب الزهراء عليها السلام، فيقول: ما دفنها بالليل سرا وما نبش الثرى منهم نهارا جهار ما وكزها بالسيف في جنبها. عزيز على السادة هذا البيت: ما وكزها بالسيف في جنبها وما انتثار قرطها والسوار. كل هذه المصائب كل اللي صارت على الزهراء، ما الذي جرى يا سيد يا شاعر؟ ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ قال: قد ورث من أمها زينب كل الذي جرى عليها وصار، وزادت البنت على أمها من دارها تهدى إلى شر دار، كأني بها في حين الوصية ساعة الوداع يودع الحبيب أحباءه، العائلة تودع حبيبها تودع فقيدها، الزهراء ودعت الحسن والحسين، ودعت أمير المؤمنين عليه السلام، ثم أرسلت الحسن والحسين إلى المسجد وهي أبوهم أمير المؤمنين حتى لا يتأثرون بموت الأم، يشوفون احتضار الأم. لكن مولاتي زهراء مولاتي فاطمة، إن عندك تلك اليتيمة بالدار ويا زينب، ألا ترفقين بحالها وصغر سنها؟ أثاري وصايا خاصة بين الزهراء وبين زينب، ولذلك حملتها هذه المصائب وحملتها هذه الوصايا. أنا بوصي
ليك يا زينب قبل ما تبوصية تأدينها لما تطب الغاضرية. هذه يا زينب آخر الفاس وحياتي ساعات تلفني يا محزون يا وفاتي. سمع الوصية واذكريني في مماتي مكسور ضلعي وعيني مني من عمي. بني زينب مكسور ضلعي وبالصدر نابت المسمار من هجمة والأعداء وني وسفة بالأخمار ما بين بابي رضا وضلوعي والجدار وناديت يا فضة تعالي بعجل لي. ظليت بفراشي ومني الجسد نحلان وردة سنيني ذابلة من أذى العدوان بس ياطهم عذاب يا كعبات وانت بعد عيني وريثتها الأذية. سمعي يا زينب هالوصية واحفظيها وبس ما تطب الغاضرية تبلغيها وجيوش مية يا العقيلة تنظريها حول العزيز حسين واصحاب السوية من تنظرين عازم على الموت وحدة. بني زينب هذه لحظة الوفاة هذه ساعة الوصية إذا نظرت إلى أخيك الحسين وحيدا فريدا فقبلي ثلاثا في صدره وشمي في نحره أين المنادون ومصيبته. من تنظرين عازم على الموت وحده أنصارك الهم ذبحوا ما أحد عنده ونار العطش يمخدر ساطي بجبده ضميه علي صدرك بدمعة جرية. بني زينب اسمعي هذه الوصية مني يا زينب حبيه في نحراه يا بنتي وشمي صدراه قولي أمانة هذه من أمي الزهرة.
والله يعظيم أجرك بفقده وأجره لما تشوفينا على حر الوطي لما تشوفينا جسد مملي بالجراح تلعب براسه يا الحزين روس لرمى تصيحين راح الخدور من لي والذخر ظلت وحدي والعدا دارت علي أين المنادون وزينبا والله يا زينب حالتك صعبة ومريرة بعد الخدر والصان يا وصفة أسي من ديرة فوق الهزيل مسبية لدي والله مصابيك أشد حتى من المنية لما توفيت الزهراء أقبل بها أمير المؤمنين نحو المغتسل وساعد الله قلب أمير المؤمنين على هذه اللحظات التي تقطع نياط القلوب وهو يرى فاطمة نحيلة قد أنحلها المرض ممددة على ذلك المغتسل أقبلت إليه أسماء تعينه على تغسيل الزهراء عليه السلام والزهراء تفيض وأسماء تفيض الماء على الزهراء وأمير المؤمنين يمر بيده على جسد الزهراء ويغسلها إلى أن خفقت يد أمير المؤمنين في موضع الصدر ما تحمل أمير المؤمنين شاف ضلعين مكسورين من صدر فاطمة استند إلى الجدار أخذ أمير المؤمنين يبكي ودموعه تتحادر على خده وعلى وجناته رفع العمامة من على رأسه ألقاها نادى يا زهراء سلمان سمع الصوت سيدي توصونا بالصبر وتجزعون عند المصيبة قال يا سلمان لا تلمني فإني لما غسلت فاطمة رأيت ضلعين مكسورين من صدر الزهراء أين المنادي وفاطمة غسلها كفنها وضعها في نعشها ونادى على أولاده حسن حسين بني زينب تعالوا تزودوا من أمكم فاطمة ترى هذا الوداع الأخير شايلين فاطمة إلى وين؟ إلى قبر مخفي ما حد يدلي تزودوا من وداع فاطمة عليها السلام الله يحفظ شيخ جعفر الصايغ ينظم هذه الأبيات الله يوفقه يوم الذي حدار علي أنواي واري فاطمة نادى يا ولادي بالعجل ودموع عينه ساجمة لازم ادفن هبها الوقت ما دام الاعدى نائمه شالوا الجنازه
أمها يمة وتصيح ريب يا الوصي ساعة ابن عاش هالعالم خلني بداويها ترى ماتت وهي متألم وانا بعد ما اقدر اشوف الدار بويا مظلمة الدار بو لما سمع هالمرتضى تبكي بحزن وتكلم رد للوديع بالعجل والدمع من عينه همه والدمع من عينه همه صبري يا بنت على الأذى وفعل الجماعة الظالمة عندك بعد قتل الوصي شبا يدخى ضبي يا زينب جايت النش مصائب بعد مصائب عظيمة عندك بعد قتل الوصي شبايت خاض ضبت سمي الحسن يا بيت علي والكبد منه صائمة وعظام مصيبة اللي لها ترجف أرض هاوي السماء ذبح الشهيد بكربلة وحسين ذبح الشهيد بكربلة حول العدا مثل ملم جني أشوف حائرة بعد ولا عندك حمة جني أشوف حائرة بعد ولا عندك الله أجوركم أيها المؤمنون بهذه المصائب العظيمة التي صبت على رأس فاطمة الزهراء ولو صبت على الجبال لذابت فما بالك بالعين وما بالك بالقلب ألا يتصدع لمصاب فاطمة أخرج أمير المؤمنين عليه السلام ذلك النعش في الليل صورته فاطمة الزهراء لأمير المؤمنين في وصاياها واصنع لي نعشا قد صورته للملائكة صورته لأمير المؤمنين فصنع ذلك النعش أخرجها في الوصية الثانية وادفني بالليل إذا هدأت الأنفاس ونامت العيون وهذه مصيبة ما بعدها مصيبة كل الناس تندفن بحضرة المؤمنين
وينادى على الجنازة بأن يأتي المؤمنون لتشييعها، إلا الزهراء تدفن بالليل. وسراً وبحضور ذلك العدد من أصحاب أمير المؤمنين الخلص، جاء أمير المؤمنين بتلك الجنازة يهرول خلف الجنازة بأبي وأمي إلى أن أنزلوها عند شفير القبر. شايف شلون يا مؤمن عندما تودع حبيبك أو عزيزك عند ذلك القبر؟ وصار أمير المؤمنين غريب بأبي وأمي، صار غريب في تلك الليلة، فاقد أعز الناس وأحب الناس فاطمة الزهراء. يا زهرة عمر ما ظلت أدفنك بيدي يم حسين، يا زهرة عمر ما ظليت أدفنك بيدي يم حسين، عسى روحي قبل روحك يا زهرة أخذها البين. يا زهرة عمر ما ظليت أدفنك بيد يم حسين، عسى روحي قبل روحك يا زهرة أخذها البين. كنت دايم يا بعد الروح أتحمل فقد الأحباب، وما ظليت في لحظة بهدركني يا زهرة مصاب، وتالي الأمر يا قلبي أدفن قلبي في التراب، عز على الدنيا العفا بعدك يا زهرة عمري يم حسين. دفنها في ذلك الليل، ثم جلس على قبرها يذرف الدموع. أرسل الحسنين مع أبي ذر إلى الدار وبقي لحاله على ذلك القبر. قيل بعد ذلك رجع أمير المؤمنين إلى قبر فاطمة، وقيل بأن سلمان قد مر على أمير المؤمنين وإذا به ينظره في ذلك الليل عند قبر فاطمة. لاحظ أمير المؤمنين بيده خرقة متوجها نحو ذلك القبر، فلطم على رأسه. شوف عاد سلمان شي خاطب أمير المؤمنين، في وحشة الظلام الليل من داره طلع سلمان. صوتك هذه الليلة ويا الزهراء. في ظلمات في وحشة الظلام الليل من داره طلع سلمان، ومر على البقيع وشاف حيدر سيد الأكوان، ومر على البقيع وشاف حيدر ساي لوح قباله من بعيد ومن الدمع مذروف، وبيدين حفر حفرة ودفن فذحة ملفوفة. اندهش سلمان من حاله ومن حزنه ومن شوفه، ورد لداره ودمعه يهل فوق الوجه الغدره،
ورد لداره دمعه يهل فوق الوجه الغد ومن الأصباح من أصبح راح عد حيدر يقل لي يا أبو الحسنين لمحتك في ظلام الليل والمدمع يهل بالعين تدفن حاجة ملفوفة تخبرني عليها الحين ذرف دمعة وصفق جفه وعلت في قلبه الأشجار ذرف دمعة وصفق جفه وعلت في قلبه الأحزان صح ونادي وفاطمة قال له والدمع يجري وقلبه من المصايب ذاب يا سلمان لا تسأل ولا تفتح لحزني باب يا سلمان كل تدفن المحسن موجتي ابلترا يا دفنت وين كسر قلبي وعلي التمت الأحزان دفنت وين كسر قلبي وعلي التمت تحير في كلامه ودار سلمان وجذب ون وقال له من هو المحسن يا حيدر ما أعرفن أمير المؤمنين يخاطب سلمان فيقول كنت أدفن المحسن يا سلمان قال ومن هو المحسن تحير في كلامه ودار سلمان وجذب والله وقال له من هو المحسن يا حيدر ما أعرف الله جاوبني يا ابو الحسنين وخبرني بعجل عني سالت دمعة الكرار وقلب من الحزن وجع سالت دمعة الكرار وقلب من قال قال هذا بيت الدعاء لأصحاب الحوائج بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها قال ودمعة تجري وفي صدرها جت الحسرة قال ودمعة تجري وفي صدرها جت الحسرة محسن ثمر دلالي ومهجة أمه الزهرة سقط من أمه يا سلمان وتعفر من العصرة ودفنت البارحة بيدي وعلي ضاقت الأكوان دفنت البارحة بيدي وعلي ضاء أين المنادون وبنت محمدا ماتت الزهراء وش هالمصيبة ماتت الزهراء وش هالمصيبة حيدر عليها عالي نحيبة ماتت الزهراء وش هالمصيبة حيدر عليها عالي نحيبة ماتت ماتت الزهراء وش هالمصيبة ثلاث ثلاث
ثلاث ضربات ثلاث ضربات ماتت الزهرة وش هالمصيبة وحيدر عليها عالي نحيبة ماتت الزهرة وش هالمصيبة ماتت الزهرة وش هال حيدر عليها عالي ماتت ماتت الزهرة وش هالمصيبة حيدر عليها عالي ينظرها ميتة ويصفق الجفة ودموع عينه يجري بالخد قعدي يا زهرة يا محسن وحسن وش حالة اللي يفقد حبيبه ماتت الزهرة وش هالمصيبة وحيدر عليها ماتت ماتت الزهرة حيدر حيدر عليها قلبه ترى ذاب لجل البتولة ينحب عليها بدمعة همولة والحسن وإحسان والحور حوله والحسن وإحسان والحور لجل الزكية العترة كئيبة ماتت الزهرة وش هالمصيبة حيدر عالي نحيبة ماتت الزهرة وش هال حيدر وجاع صد ليل يتامى يبكي وينادي ضعنا بعدها بضعة الهادي والله علمكم ذايب فادي راح المجد راح ومنين اجيبه ماتت الزهرة وش هالمصيبة وحيدر عليها ماتت ماتت الزهرة حيدر عليها قال ويا كرار عزنا وسعدنا يا علي قال ويا كرار عزنا وسعدنا صرنا يتامى أمنا فقدنا هاي الحنونة شلون هجرتنا هاي الحنونة وصفة عليها ماتت غصيبة ماتت الزهرة وش هالمصيبة حيدر عليها عالي زينب تقلى يا داحي الأبواب تلطم صدرها والدمع سجاب مقدار يا بويا أنظر إلى الباب مقدار يا بويا أنظر إلى الباب قلبي من شوفه يسعر لهيبة ماتت الزهرة وش هالمصيبة حيدر حيدر ماتت ماتت الزهرة وش هالمصيبة حيدر
ويلي أذكر صدرها وضربات المسمار وولي وأذكر ضلعها أبويا يا كرة ماتت عليلة من فعل الأشرار فلني معها تحت التربة فلني معها تحت التربة ماتت الزهراء وش هالمصيبة حدار بعد بيت الدعاء بيت الدعاء وهذا بيت الصرخة بيت الدعاء ونختم إن شاء الله شاركني شيخنا أبو علي بعد يا الذي تشيل الجنازة الله الله في البتول يا الذي تشيل الجنازة الله الله في ال... تدري عنها مكسرات الأضلاع يا نفس الرسول شيعوها بهون لا ينفجر دم بالصدر لا يميل النعش خوف على ضلعها المنكسر لا تزعجوها دخل النعش دايم مستقر بالقبر نزل جسد هبراح يا فحل الفر ألا من مناد وفاطمة اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها إلهي بحق ضلعها المكسور إلهي بحق عينها الملطومة إلهي تقبل منا هذه الأعمال وأصلح لنا الأحوال بجاه محمد والآل جماعتي الحاضرين فردا فردا احفظهم في أنفسهم وارحم موتانا وموتاهم يا أرحم الراحمين ثواب هذه الليلة يهدى إلى روح والدة السيد علوي سيد عزيز والد ووالدة الحاج طاهر والد ووالدة السيد محسن رمل الحاج طاهر وسيد محمد سيد يحيى رحم الله من قرأ لروحهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم